برحب بحضراتكم مرة تانية في اسأل مجرب. زي ما اتكلمت في البداية عن الفراولة وأهميتها وانتشار مساحات في مصر بتنزرع بالفراولة، النهاردة وأنا ببتدي الحوار في حلقة اسأل مجرب لازم نبقى عارفين سوق الفراولة شكله ايه في مصر، خصوصا ان الموسم الماضي العام الماضي لما حصلت سيول ابتدت تحصل خسائر عند المزارعين. النهاردة وإحنا في بداية موسم عايز أتعرف على آلية التسويق، المزارع بعد ما بيزرع بيسوق إزاي؟ هل هو حاسس ان في عداله في السعر بعد التكلفه وبعد المجهود؟ في الاول انا برحب بيك معايا في اسأل مجرب. اهلا وسهلا. اتعرف بيك؟ حمدي محمد كامل. احنا فين يا حاج حمدي دلوقتي؟ احنا في البحيره مركز بدر منطقه المطار. البحيره مركز بدر منطقه المطار، دي النقط اللي انا بحب اركز عليها في البدايه، انا مع مين وفين؟ انا مش هبتدي عن اتكلم عن الزراعه وطريقه الزراعه، لا انا هبتدي اتكلم عن التسويق، لان هو ده اللي بيهم اي مزارع او اي مستثمر بيشتغل في القطاع الزراعي، ان هو يحقق هامش ربح ويكون عادل. بتسوق ازاي؟ احنا بنشتغل مع شركات تصدير، طبعا بنتعامل معاها من اول الموسم قبل الزراعه وكده. بيجي انت طبعا بيجي لك لجنه من الحاجه الزراعه ومجلس التصدير عشان التكويد عشان ينفع تصدر وكده. بتيجي اللجنه طبعا بتابع معاك خطوات معينه بالنسبه لوضع السلامه والامان والنظافه، شوف المبيدات ورشها. المبيدات طبعا بيسحب عينه من المحصول، بتتحلل في معمل الوزاره، في اي متبقيات طبعا ما بتشتغلش، ما فيش اي متبقيات، المتبقيات عندك زيرو، بيسمح لك كده بالتصدير بتشتغل. يعني انا اعرف ان انت بتشتغل اورجانيك، انت شاطر فراولة دي ممكن انا ادوقها دلوقتي من غير ما اغسلها. ما فيش اي مبيدات خالص، ما فيش اي متبقيات خالص. طبعا معاك المهندسين المكافحه بتوع الشركات اللي انت متعاقد معاها، متابعين معاك باستمرار. بيديك الكود بناء عليه بتشتغل. طبعا احنا الفتره اللي فاتت البشاير الكرتونه كانت بدأ ب 120 جنيه و 130 جنيه، فضلت على مدار اسبوع لحد ما وصلت النهارده 40 جنيه و80 جنيه الاوروبي. وطبعا ده السعر ده ما يجزيش اي حاجه نهائي اساسا، وخاصه ان احنا في بدايه البشاير عامه. يعني الفدان بيصرف معاك؟ الفدان بيصرف من 100 ل 120 الف على مدار السنه. ودي تكلفه تعتبر مرتفعه؟ دي تكلفه مرتفعه، وبالنسبه للتكلفه عامه للجميع، يعني مش متفاوته بين مزرعه ومزرعه. ايوه هي الفراوله يعني انا لما اجريت كذا لقاء بنصرف في الموسم من 120 ل 130 الف على الفدان. ليه؟ لان الراجل ده بيطبق نظم زراعه حديثه، يهمه جدا ان المنتج يطلع خالي من متبقيات المبيدات يقدر يصدره، وفي نفس الوقت ان هو يوصل بمواصفات التحجيم واللون والطعم بطريقه تقدر ان هي تتصدر بيها. ففعلا مزارع الفراوله بيمر بمراحل كتيره جدا علشان ينجح. النهارده حضرتك بتقول لي الموسم ابتدى معايا ب 120 جنيه للكرتونه و 130، النهارده ده احنا بقى لنا ايه اسبوعين ثلاثه الموسم ابتدى، بدا بقى 15 يوم، يعني في 15 يوم نزلنا من 120 130 ل 40 جنيه. ليه؟ والله ديت احنا ما نقدرش نتكلم فيها، بس هو الوضع عموما ديت يعني موضوع مصدرين، شركات التصدير هي المتحكمه في الموضوع في الوقت الحالي بالنسبه للفلاحين. الفلاح لا يعرف اي حاجه، انت طبعا بتتبلغ منه الشركه دي زي دي زي دي، طبعا انت غصب عنك بتشتغل، لان محصول فراوله بالذات ما بيتخزنش. الحاجه الوحيده ما ينفعش ان انا اتكلم عن المستثمر واتكلم على مساحه في مصر بتزيد عن ال 200 الف فدان بتتزرع فراوله ويقول لي لا احنا مغلوب على امرنا، السعر اللي بنقول عليه بنبيع بيه لان انا مش هعرف اخزنها. بقالك قد ايه بتشتغل في الفراوله؟ من 2006. 2006. انا جاي النهارده عشان اشوف نجاح لتجربه استخدام معالج المياه المغناطيسي. ايه اللي خلاك تفكر انت تستخدم التكنولوجيا دي في البدايه؟ انا بالنسبه لي هنا لما جينا نشتغل فراوله بتشتغل على اقل نسبه ملوحه في الميه، يعني اقصى نسبه ملوحه لها 500 جزء، ده اعلى نسبه ملوحه. طبعا انا لما نقيت البير هنا لقيت، لما جيت احلل لقيت الميه 700. طبعا 700 ما ينفعش اشتغل عليها وهو جازف، الفدان بيصرف 120 الف عشان تجازف في 120 الف عشان حاجه تافهه زي كده ما ينفعش. طبعا كلمت الدكتور محمد. لا ما انت بتقول لي من 2006، فمعنى كده ان مشكله الملوحه دي ما ظهرتش فجاه. لا انت حللت الميه امتى؟ لا ما هو احنا ما بنزرعش في الارض ثابته، يعني انت كل سنه بتغير الارض، لان زراعه الفراوله بتحب الارض البكره دايما. حلو. انا لما جيت ابتدي ازرع فراوله هنا وحللت الميه كان من قد ايه؟ من فتره قد ايه؟ قبل ما ابدا زراعه ب 15 يوم. من سنه؟ لا مش من سنه، ده الكلام ده في شهر 8. في شهر 8 اللي فات حللت فلقيت نسبه الملوحه هنا 700 جزء في المليون. قبل ما نجهز، قبل ما نزرع اي حاجه، عارف ان الفراوله مش هتستحمل اكتر من 500 جزء. اعلى حاجه ليها 500 جزء. طيب ابتديت تفكر في حلول قبل ما تفكر ان انت تشوف معالج المياه المغناطيسي؟ يعني في مزارعين بيشوف بدايل لكده. والله هو اغلب الناس عندنا بتفكر لما بيلاقي الملوحه عاليه بيلغي فكره زراعه الفراوله خلاص، بيدور على ارض ثانيه او بيدور على ميه بديله تكون افضل. طبعا انا ما عنديش الحلين الاثنين دول، لان انا جهزت اساسا هنا.
بدأت أسأل الناس وأشوف الناس اللي هي مركبة جهاز دلتا ووتر، كلمتهم قال لك إحنا بنزرع فراولة والفراولة كويسة عليها. رحت عند كذا واحد شفت برضه وضع الزراعة عنده السنة اللي فاتت، والناس كنت بتعامل معاها لقيت الوضع كويس. كلمت الدكتور محمد فقال لي بالمية عندك 700 يعتبر هتشتغل على 350 جزء كده، الجهاز هينزل لك يعني مواصفات المياه او خصائصها للنص لحد 50%. طبعا بناء عليه كلمته وقلت له خلاص مفيش مشكله عايزين نركب جهاز. ركبت الجهاز برضو انا مش مقتنع بالفكره، يعني انا شفته قدامي بس مش مقتنع، لازم اشوفه على الطبيعه بقى. ركبت الجهاز يوم 1/9 قبل ما ازرع بيومين، اشتغلت عليه برضو، ظهر عندنا مشاكل تسقيط. طبعا الوضع كان عمومي، كنت فاكر برضو ان هو بسبب الملوحه، فلقيت الوضع عمومي عند الدنيا كلها بره. اشتغلنا عليه واحدة واحدة، بدأنا نمشي ببرنامج تسميد برضو متوافق مع الجهاز. الدنيا مشت الحمد لله زي ما حضرتك شايف كده.